إدارة هذا المحل. وبالفعل الابن بدأ يدير المحل. في نهاية الشهر شاف أبوه أخذ بوتاجاز وتصدق فيه. سكت. الشهر الثاني شاف الأب أخذ ثلاجة وتصدق فيها. فسأل العمال قال إيش الوضع؟ قالوا منذ عرفنا أبوك وهو يتصدق كل شهر بشيء بهذه الطريقة. جميل. قال يا أبوي هذا يتعارض مع القاعدة الاقتصادية اللي درسناها. نظرياتنا. فما وجد قبول عند أبوه. فقام أخذ الورقة وقلم وضرب عدد الأجهزة بعدد الأشهر بعشر سنوات وطلع مبلغ. سوى دراسة جدوى وأنه هذا المبلغ لو أعيد على رأس المال كان المحل كبرناه وكان سوينا وسوى الدراسة وجاء لأبوه بعد الغداء. قال اليوم أبغى أتحدث معاه. قال تفضل. قال يا أبوي كذا كذا كذا. والشايب يستمع بابتسامة وبهدوء. جميل. فقال يا أبوي هذا لابد أن يتوقف. هذا هدر مالي أنه عيد رأس المال. قال له انتهيت؟ قال نعم. قال له يا ابني أيهما أكثر في الثروة الحيوانية في العالم؟ أنت رجل متعلم، الكلاب أم الخراف؟ قال إيش دخل يا أبو الكلاب؟ قال أنت جاوبني أيهما أكثر، الكلاب ولا الخراف؟ قال الخراف طبعا يا أبو. إيش جاب الخراف عند الكلاب؟ خراف أكثر. قال معليش جاوبني أيهما يلد أكثر، الكلاب أم الخراف؟ فكر. قال الكلاب تلد مرتين في السنة أو أي عدد كان، لكن في المرة الواحدة تلد ستة سبعة. صح. قال له الخراف قال تلد مرة واحدة في السنة وتلد خروف واحد وإن كثر خروفين. قال له البشر يأكلون الكلاب أم الخراف؟ قال يأكلون الخراف يا أبي. قال له الذئاب تهجم على الكلاب أم على الخراف؟ قال له على الخراف يا أبي. الله أكبر. قال له إذن المنطق يقول أن الكلاب يجب أن يكونوا أكثر من الخراف. سبحان الله. فسكت الابن. قال لكن الواقع الخراف أكثر من الكلاب. قال يا ابني هذه البركة لا يدرسونك إياها في جامعات أوروبا وأمريكا. الله. أثر الصدقة هذا لا يدرس في الجامعات اللي أنت درست فيها. نعم. ولا نظريات. فهذا أثر الصدقة. إذا أنت تبغى ورقة وقلم أنا أحدثك بالواقع والمنطق. فهذا أثر الصدقة. جميل.